أنا ب15 بس حاليا اللي معانا تقريبا 20، في منهم ولد وبنت إعاقة ذهنية كمان، يعني أولياء أمورهم لما ابتدوا يشوفوا شغلنا مع الولاد فيعني عرضوا إن هم ينضموا لينا كأبناء المبادرة، قلنا لهم خلاص ماشي، وبصراحة حلوين واندمجوا كمان مع بدأوا المصرف. يلقطوا بسرعة. وابتدوا يتعاملوا مع الولاد لوحديهم من غير يعني استعانة بي أنا أو حد من زمايلي. طب عايز أعرف من حضرتك إزاي الأهالي كانوا متعاونين في الفكرة دي؟ لأن الأهالي هم الأساس في المبادرة بتهيألي. أكيد طبعا، ما هو ولي الأمر لو مش مقتنع بالفكرة عمره ما كان هيجيب لنا أولادنا. هي الفكرة احنا لما جينا بدأنا ابتدينا نتواصل مع أولياء الأمور بالشكل الودي، بما إن أنا وليت أمر معاهم فابتديت أقول لهم أنا عاوز أعلم البنات في كذا ونشتغل على كذا، وفي يعني أغلبيتنا بتبقى ظروفهم المادية صعبة شوية، فابتدينا طب أنا أعلمهم حرفة إن هم ممكن حتى هم موجودين في البيت يشتغلوا، يعني مش شرط إن هم ينزلوا يشتغلوا بره، فقالوا خلاص ماشي. فلقيت تشجيع من كذا ولي امر ان يعني هم كل واحد بيشتغل في بيته يعني احنا قلنا بعد بشكل كبير. يعني احنا بنبدا معاهم التدريبات في النادي، وبعد كده هم بيبتدوا يروحوا البيت يطبقوا الحاجه اللي احنا اشتغلناها، ويجوا لنا المره اللي بعديها عاملين شغل هل في كويس. انشطه كتير انتوا بتشتغلوا عليها ولا حاجات معينه بس؟ قلت لي الجلود والاكسسوارات، هل في حاجه تانية ولا هما دول بس؟ لا، جلود واكسسوار وتطريز وكروشيه، وبصراحة بيبدعوا فيها، ومعي كمان أولاد بيشتغلوا الحاجات دي، منتهى الجمال.